في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال أنا رائدة أعمال ننصح كل شخص عنده حلمة أنه يبدأ ما يخافش وينطلق في الحلمة هذه وبقدرة ربي بالخدمة بالسعي بالاجتهاد باش يوصل للنتائج اللي حب عليها. الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو مبادرة دولية انطلقت منذ سنة 2007 لتعريف شباب القارات الست بريادة الأعمال ولتشجيعهم لخوض غمار ريادة الأعمال والانطلاق في مشاريعهم الخاصة. واليوم قام شباب من جامعة تونسية بتنظيم مؤتمر شجعوا من خلاله الشابات خاصة على خوض غمار مغامرة ريادة الأعمال. بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال حبيت نحيي المؤتمر هذايا باش الطلبة ياخذوا فكرة ياخذوا معناتها دي زيدي نتاع معناتها النساء اللي وصلوا النساء اللي بالحق عندهم بلاصة تو في المجتمع الصعوبات اللي عرضتهم معناتها باش الحركة هذه الكل باش انو نشجعوا الطلبة نتاعنا باش في المستقبل انهم يعملوا حاجة باهية. حاولت انه انا نطور من الصناعات التقليدية ونجدوا فيها والحمد لله توا المشروع نتاعي شركة ومشاركة وليت زوج شركات وتوا اصلا مختصة في الكونسلتينج في البزنس نعاون اصحاب المشاريع. قام عدد من النساء التونسيات التي نجحنا في مجال ريادة الأعمال بتقديم نصائح متعددة للشابات الحاضرات، كما أنهن كشفن عن الصعوبات التي اعترضت طريقهن. ملعب الكل صعوبات ممكن تكون مادية معنوية زيدة دونك الحقيقة يعني تخطيتهم بشوي بشوية عملت على ربي كما قلت لك في الانترفيو قبيله قلت لك الكل وراو لازم يكون قوه ذهنيه معناتها لازم تكون قوي ذهنيا باش نجم تتخطى الصعوبات هذيا ايا كان معناها ننصحهم يكونوا متجدد يكونوا يمنوا بخدمتهم يقدموا ديما القدام ويطوروا من ذاتهم كل يوم يكون خير من اللي قبله. الصعوبات اللي تواجه اي رائد اعمال ولا اي انسان حابب يبلش ويبتدي في رياده الاعمال وفي تجربته كراعي مشاريع دائما شويه رفض او ربما الكثير من الرفض نظرا لانه المنتوج او الكونسبت اللي حابب يدخله الشخص يكون جديد فيلاقي شويه عراقيل من ناحيه انه تقبل المجتمع لهذا المنتوج الجديد وهو ربما يعني مختلف عن المنتوج اللي موجود في السوق وانا هذاك اللي حبيت نعمله هذاك اللي حاولت نعمله اني نوفر منتوج يكون مختلف على اللي موجود في السوق. نصيحتي للشباب انه دائما امنوا بنفسكم وثابروا خلي المجال مفتوح للعديد من الاحتمالات لانه ممكن انك تتعرقل وما تنجحش في مشروع الاول الثاني الثالث ولذلك لازم التأني قبل ما تبدا المشروع لازم تتعرف على ذاتك بالكدا وتتعرف وتفهم انت فيش تميزك لأنه كل واحد فينا يتميز في حاجة. يتزايد الوعي في الوسط الطلابي في تونس حول أهمية تمكين المرأة الاقتصادي وسد الفجوة بين النساء والرجال في عالم المشاريع وريادة الأعمال.